الشكر والتقدير للسيد رئيس أركان الجيش المحترم على متابعته المستمرة وتوجيهاته لمتابعة حقوق منتسبي قيادات الأسلحة مرتبطة برأس أركان الجيش، لا سيما شريحة موظفين القيادة القوى الجوية. والشكر موصول للأخ الأستاذ إبراهيم مدير قسم الأفراد في رأس أركان الجيش والأخوة الحاضرين معه من مديرية التنظيم مديرية العامة للأفراد وكل من سعى في هذه الزيارة للاستماع لمشاكل وهموم ومقترحات موظفي مقر قيادة القوى الجوية. وكانت اليوم حقيقة الجلسة مثمرة ونتمنى أنه تكرر هذه الزيارات مرة أخرى.